هذا جيل مختلف، ما يتعامل معه الآن النظام في مصر جيل مختلف تماماً حتى عن جيل ثورة يناير. خلي بالك النسخة اللي موجودة دلوقتي أبديت أشرس. الحقيقة إنه المصريين يوم عن يوم بيتحولوا لنموذج بتقدمه دلوقتي واحدة محترمة جداً اسمها الدكتورة هالة فهمي، إعلامية. بعد ما اتسحلوا كلهم حتى اللي خايف على لقمة عيشه بدأ يدرك إنه الساكت هيجيله يوم هيبقى أكثر قسوة مما هو فيه. هتفضل ساكت هتلبس في مشهد أشد قتامة وأشد قساوة. هالة فهمي اللي بتقود احتجاجات مسبيرو بتقول أي حد بيتواطأ علشان أكل العيش بيضحك على نفسه، كلنا بنتسحل واللي جاي جحيم. يا جماعة احنا دلوقتي على محبة أكون أو لا أكون، محدش يفتكر نفسه إن دلوقتي بيحافظ على أكل بيته أو أكل عياله. احنا بنتسحل كلنا، اوعوا تفتكروا إن أي بني آدم متواطئ بأي شكل مضطر أو غصب عنه إن هو مش هيتسحل، لا، لأن اللي جاي جحيم، وأنا بقول لكم أهو اللي جاي جحيم.